السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. المبارك عليكم اليوم الثالث من العيد، هي ها مكبرها ثالث من العيد، متحف حد هناك صغري وايد. أقولكم بسيرة حاجة اليوم عن جماعة عازميني على ريوق، ما أعرف ما قد شفتهم بالمراسلة، وقالوا لي بنخطف عليك الفندق الساعة 11. قلت لهم هدأ إن شاء الله، والله إني ما أعرفهم لا من باب ولا من سبع، بوديك مكان فنان تريك فيه. قلنا إن شاء الله ما عندي مشكلة. أنا تعيبني كذي المفاجآت، إن شاء الله ما يكونون تقالطين إلا كان في التليفون طينتهم خفيفة. العلم عند الله، بخبركم كانوا ثقال لو خفاف خلاف، وهل إن في تصوير ولا ما 99% ما في تصوير، يعني ما ظني إنه عادي. والبارحة يوني جماعة يوم وصلت الفندق، أنا ما قلت لكم بي الفندق، بحط ساماني وبصلي وبرد أظهر، قلت لكم أنتوا إني ما ظهرت. جلست في اللوبي صور وسوالف، وحد ساير وحد يني بنيات هنتين سيدات أعمال ما شاء الله عليهن، عندهن مشروع في دبي، مشروع كبير يعني كبير من أكبر المشاريع اللي مستوية، ونصحني فيه أني أكون وياهن. وأنا من مجرد ما سمعت الفكرة ما تناقشت ولا عن حرف من الموضوع، حرف ما تناقشت. قلت لهم يا أبوك سدني شرف أني جالس وياكن، بنات ستيرات مثقفات بزنس فاهمات، فهمت كل شيء في أمور الدنيا، يعني الله يستر عليهم ويرحم بطن رباهن، يطرح البركة إن شاء الله في إخوانهن وفي بدنهن وصحتهن. ومشروع وايد زين بينفع كل شخص في كل بيت وكل شركة، أي إنسان عايش خدمة الشغل هذا الشيء اللي هن يسوونه توصل الإمارات الكويت السعودية، فشيء وايد جميل. وانت في بيتك اللي تباه يستوي عندها شيء ترتيب وايد جميل. إن شاء الله إن شاء الله بنبتدي وياهم من أرض البلاد أول الله، شغلهم وايد ممتاز وفي منفعة كبيرة وتوفير ما يقارب 35% من المصاريف لكل شيء يخطر في البال. لو هن خوات هنتين بعد، خوات هنتين، واللي يشوفه يقول في خاطر حليل هن هاي العاديات يعني، وهن مبهس جاري. أنا بحياتي ما تسمعونها يقول ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير تراه يخلف ظنك الرجل الطرير، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير. يعني يوم شفتن ولنهن يعني ما اللي يشوف شكلهن ولبسن وهذا ما يتوقع أنهن يعني ما شاء الله يعني دواهي لهالدرجة، في عند يتكلمن بأرقام فلكية ويشغلهن بأرقام فلكية، وهن لابسات لبس عادي بسيط مش موجود عندهم، مش موجود عندهن روح الخقة وروح نحن ونحن. والله ين ما بلا طرن حتى نحن منو، ولا قال نحن الفلانيات ولا العلانيات، لكن تبارك الرحمن مسويات شغل بيدخل إن شاء الله في كل بيت وكل مكان وكل مكتب عند كل عائلة شيء. إن شاء الله إن شاء الله أنا بخبر عنه من عقب ما لين اتفق وياهم بخلص الأمور، ويكون أنا يوم برمس عرش وأنا أنا هرمس أكون شايف شيء حبر على ورق ما بلا رمسة لسان يعني، وهن رمستهم ما شاء الله ما شاء الله يعني، الله يحفظهم ويطرح البركة في من رباهن يا رب العالمين. مرمس هرمسة كلها وأنا قابض السنطرة من هاي الساعة لين الحين، أولي بتريد اليوم ريوق السنطرة، وهذا الله يحفظكم الريوق. هب ريوق صحن فواكه، صحن فواكه مطرش من عند هالراس الخيمة،
راس الخيمة جايني أول ما سكنت، نسيت والله أظني من هالراس الخيمة. قال لي عائلة 90% من راس، والله إني نسيتهم والله العظيم إني نسيت. اللي تحدوا البتكارات اللي يعني الثلاث، شو قال من راس الخيمة؟ والله ما أتذكر. هاي اللي تشوفونه المقصر الصلاة هو والوزارة لا يسكن، هاك حق الصلاة وقت الصلاة ما سكوا السيادة حتى هناك. فوالله هي فتاة محيمة من ميلت السنطرة تهلأت عليها، وقلت بلطمها وما استوياكم، وانا شو اقول في خاطري شو قابض شو قابض شو قابض. الهن السنطرة افندي يوسف افندي اللي اصغر 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 نيمو، نيمو الوحدة يعني كبر النبجة، وهي شو سنطرة يوسف افندي وسنطرة وافندي اللي هسه اظني حد بعد لبنانيين يسمونها اسم بعد منقير، والمصريين بعد منزلين اغنية عليه يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقان. والله العظيم ليش ما ادورها بشغلكم اياها على النت، حبث بحاول اتغنيها ليلى نظمي احيدها. اتذكرت ان الخبير قايل لي اي اغنيه تحطها ماخذنها من النت داخل حسابك اخلاف يوم بتنزل الفيديو مال اليوم هذا الستوري. وانا عاده ترى قلت لهم في نهايه السفره اجمع الفيديوهات كلهن اوديهن للخبير هو يرفعهن على اليوتيوب. انزين ونحط لهن اسم اليوم الفلاني من العيد الوقت الفلاني صدف حن مونا شيء مناسبه في هذاك اليوم وننزله كحلقه في على اليوتيوب ويكون العنوان يعني حسب الناس تستدل عليه. فتذكرت ان الخبير قال لي اي اغنيه تنزل من اليوتيوب شركه اليوتيوب ترفض انها تنزلها في حسابك مال اليوتيوب، حسابي انا الخاص هذا الشركه ترفض، شركه اليوتيوب لازم يكون شيء مالك روحك. فلذا قال لي ابوي ان نزلت اي وقت اغنيه ولا نشيد ولا شيء مال حد عنده ملكيه فكريه مال ولا اغاني المصريين وغير المصريين، ترى كل مطاربه كل اغانيهم مسجله ملكيه فكريه، فلذلك اي حد تاخذ منه اي تسمع اي اغنيه وتنزلها في حسابك وتبى تنزلها على اليوتيوب، اليوتيوب يرفض انه تنحسب لك النقاط وتنحسب لك ان هذا لك انت، اي شيء ينحسب لصالح الشخص هذاك اللي هو راعي الاغنيه. ولينا نظمي فقيد من متى منطحنا ودايب عظامها الحين بيت طيب يطيحوا بيها بياكلوا اللي تبديها الورثه. انتم ما يباله لا صدع ولا ديان، دقوا ابوي الانترنت وحطوا اغنيتي حلاوتك يا استفندي، حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقان وبتظهر. ما ادري ايش اللي خلاها تي على بالي. على فكره اليوم خاري برد، توني حطيت العلامه همات البروده، ولانها 14 وانا لبسي كله صيفي حيروح بعد شغله. اليوم مبكر 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 بربل، هناك ما طاي يظهر واضح، وحتى هني ما طاي يظهر واضح، ليش ما ادري. الا تصدقكم اليامع، انتم اليامع ما تجلي بيواني عيش هنقريات الكبار بعد لهم. جوتي البارح ما هان علي، لبست الا نص يوم، نص يوم وجديد ومن الشيء الطيب ما هان علي وين البس نص يوم، قلت ابوي بيستوي يوم ونص. هي والله انا بلبس الا نص يوم ان شاء الله حادني، انتم تشوفوني الحين انا ما اشوف صح. شي يبين مبكر مبكر بربل. يلا هذه بنايتي اللي كل يوم اصورها وحاشر العرب فيها، تحيلونها نكمل سنح وانا اصورها سيارتي وهيتي في كل مكان. اول جمعه اللي عازميني على الريوق الحين انا ابقاهم، الحين نحن مشينا في هذا في هالمكان، بعد المكان السياره تمشي والمكان بعيد، انا ابو بنوصل ابوي عقب المغرب بعد ما يبان التصوير. اي والله بنوصل جريب بكدلي، او جريب نوصل بكدلي، ولين الحين ابوي ما وصلنا. متأكدين ريو ولا غدا؟
عيوني انا ابو كحول اخوه بين البناء والبنايه. شفت المنظر هذا عيب ابني جميل. وخطفنا بعد على فرايدي ماركت صغيروني على الطرف الثاني، كان ما ظني بي واحيلي ان شاء الله تني على الريو لين الحين ما وصلنا ولين تريق ولي ما ادري شو نتسحب ولا غاوي اسمها فرايدي ماركت. انا الاسم جذبني، الاسم اسم فرايدي ماركت يجذب. لا ما بصور كله تحاتين سويت جيب كبر عن ابوه حمسه. وين مطعمكم هذا؟ الحين بنوصل 10 دقائق. 10 دقائق؟ لا لا اقل. عيست وين؟ في كليفن جاردن؟ ايه نجعت انا ابو ما تبنت اسمك يسوي الفكرة من دبي يا جماعة. والله اني ما اعرف قاطع شيء. تلاقي في الطيارة صح؟ العام في الطيارة السنة ما تلاقيه العام. يتحرى اني عاد بتذكر. قلت ابوي من صلى وصام ما حصلت الجنة مقام. تلاقي في الطيارة العام ومرور الكرام. شو الشيء الرابط اللي بقدر اتذكره؟ شو تبغانا؟ شو؟ معبيات الكرت؟ انت معبيات الكرت؟ يعني على اساس ان معبيات الكرت هذا مال دخول لندن بتذكرهن. حليف كان انت. هذا ابوي شارع اسمه لينجلي ستريت، شارع ابوي فنان وكله محلات فخمه وزينه والمحلات الامريكيه اللي كان اللي موجوده في امريكا بكثره موجوده هني في هالشارع. طويل عريض يظهرك ابوي على هذا. وين ريوقنا نحن؟ جيه؟ ايه شوف الروعه، شوف الروعة سبحانك يا رب العالمين. العام بعد خطفت عليها البناية صورتها على حين جيتي هذه. أنا ما أدري في المكان هذا أصلا يعني، ولا أعرف شرقة من غربة. شيء جميل منطقة تاخذ العقل، منطقة بكبرها تاخذ العقل، حي وفيها حيوية. مرة مشاهد هالمحطة ايه كفنت جاردن ايه عند المحطة ابوي. قول للتاكسي ودي كفنت جاردن ستيشن، ينزلك ابوي منها بتلقطها ابوي هالبناية هالفنانة. سبحان رب الخالق ابداع ابداع. السنة لندن غادي اعجوبة من عجائب الدنيا السبع. الشيء اللي انا اشوفه هذا ما شفته من الثمانينات، من الثمانينات. لندن ردت على عزها الاولي، عزها الاولي يعني. ما عليك من هاللي يشوه البلاد يقول والله فيها سرقات وفيها ما جتل وفيها نهب وفيها كل خرطي. كل بلاد الارض الكون كامل كل هالبلادين تستوي فيها السرقة ويستوي فيها الجريم ويستوي فيها الزين وفيها الشين كل شيء. لندن ما تروم تصبر عنها. انت يا البنادم اللي تقول انك بتصبر عن لندن، اللي ضاري على لندن ما اللي ما يداني لندن تعرفون منو هذا؟ اللي اول مره يجيها اياها مره ولا مره، لكن اللي من الصغر يصير ويجي لندن مستحيل يصبر عنها. وهذا جوها وهذا هي. كل بلاد فيها جريمه وفيها سفاح وفيها موت وفيها ضاغط على هذا، لكن ما يندرى بحل اني انا واصلت الرمسه انقطعت الرمسه. العلم عند الله. يلا شو مقواه حلكم الطريق اللي نحن جايين منه هذا. ها خطفناها تو نحن. وين الضويل هذا يظهرك على هذا؟ سوق جديد، سوق جديد وجميل مكان في منتهى الروعة. جايين هالعام وعامله وكل سنه هي، لكن ما اعرف شو اساميهن انساهن انا. هاي هنا في الليل رامس يعني حشره ويويد. لكن انا اتحرى بس اللي يوم الاحد ترى ابوي كل هالايام. ها يظهرك على
ثلاث شهر هذا. ها في الليل بعد شو زيرتن وحده، زيرتن وحده. وايد غاوي المشي، المشي جميل. حب تفيزير الفنادق ومن مول لمول، لا المشي وايد جميل في لندن. ترى الجلسة في الفندق روحها تقصف اللجل، تبريد العظام، تبريد العظام. إلا من يعني اللي لا حول ولا قوة ما عليه، لكن اللي صاحي استعشرانة يجلس في الفندق لا والله صاحب ولازم يترتر يعرعر ما يخلي بقعة. كلها حية الناس. جماعتنا نحن صدقانا واللي نعرفهم بخورين نحن فرقادهم، رقاد رقاد ريج هيلة بيس رقاد يتحرون. هاي السير والييب، سير والييب ومعاما تعامي ما تخلي بقعة. شوف هالشبرة مخبرها. ها كل شيء فيه، تليفونات الجدام، المكاين مال الخياطة، ما أدري شو، ما في شيء في الدنيا ما موجود. شيء الأنتيك ما أنتيك، خاوي لدي فيها حياة، حياة قيبها غير، وربيعها غير، خريفها غير، شتاها غير، كل وقت له شيء مميز يميزه. لندن وايد جميلة، كل شيء فيها جميل، هواها، جوها، ناس، طريقة عرضهم، يعني بلد. شوف الآدمي المحترم أينما تذهب تحترمك الناس لأنك أنت محترم، أما أنك بيعاري ما يستوي. البيعاري منو بيحترمك؟ والله ما حد بيحس بك، ولا حتى حد بيحفل بك، ولا بيدري بك. حنقر ثاني هذا جاي لنا العام يا ابو المر، كلها مطاعم من تسير لين تنشي فوق شيء تحت وانت تمشي. هني عاد لفتت الاكشاك، هاي اكشاك شيء جميل حلو. شاك هاي صغيرونات لك شاك، وهاي شوي أكبر شيء حلو يعرضون الهدايا ما تذكارية ما ذات لندن. أدور مكان يبيعون مناديل، آخر حق صلاح حن نسينا نأخذ له من تايلند. صلاح يبي مناديل دسمال هذا، وما يستعمل كلينكس، ويحب الدسمال يكون في المخبار. هذه يظهرنا نبوي على مكان ثاني بعد. ها شوف المكان وايد فتن. الله يا ابو خلي انها اعتبهني، والله اني بغيت اتكود لك انا، الله ستار. كله بسبب انتم، كله منكم. شو بقولكم نمونا حوين سارن، هاي اللي عازماتني ما اشوفها ليكون مغلب، ما اشوفها ابوي بسد ملاكنا خاطر ليكون بقصات علي لا شي ريوق ولا شياته. يا بني ابوي تشسحة ابليس ابليس مايا، وين الريوق؟ ما صورت، ما صورت، اصور عمري لا عيمنتي. المطعم اللي مقدياتني روح ما يدلن الدرب، واسمه لا انخبرت بس من الناس بتعرف الحين ما نظري صح؟ لا لا يوم بنظهر ابوي من هذا بخبر بخبركم باسمه. والله البلاد انا ما ينشبع منها. شيء طبيعي الحين على وشك انه بنوصل بقطع النت الحين، حسب اذا صورت ولا شيء ما ينزل. ابو الجماعه قالوا ما نبي حد يعرفنا لا من السعايه ولا من الرعايه، قلنا لكم ان شاء الله. هذا هو المطعم،
اللي يباي كابتشر على على هذا. انا ما بصور بكروت ولا يخصني في الكروت هذا. سيد امه لا اله الا الله، نحن الحين تري اكثر من 10 دقائق قالوا لنا تريوا. عربتي الطرف هذا يعني امم تتريا، فاكيد ان زي لو ما بزين ما قالوا تريوا، يعني ما لقيت وزام عليه في البنايه هاي تشابه البارك تاور. على فكره ما بلت تشابه البارك تاور، بنايه الاول في الصبيخه في الدمام يسموها بنايه الكعكي ابدا، نفس البنايه اتذكر لونها اخضر في السبعينات. نعم والله اني اتذكر الحين طرت علي. اسمها لبنيز بيكري، والله لاين خلق الله ما خلق يعني لبنيز بيكري. تدرون لين الحين ما فضت الطاولة، بعدنا لين الحين قدامنا الفريق، زحمة الطريق خيالية. طيب الساعة كم الحين وصلت؟ لين الحين أبوي ما رمنا ما يزامنا لين الحين. أنا أبو وغدا كم أنا جلب غدا مخبز لبناني، مخبز لبناني زيتون وزعتر يعني زيتون وزعتر زيتون لبنة وما لبنة، مطبخ مطبخ لبناني أعتقد إن أسرة لبنانية تقول إيه. ها هذا ما فرن لبناني هذا شغله. يا هو يوم يقولك العذاب هذا هو العذاب، هذا الأداب أبوي من هاي الساعة. ولين الحين أبوي ترى بعد الريوم، لين الحين بعد الريوم يعني لو ماسكين بعيدة براكلنا. يا ربي التأخير. أقولكم المطعم التركي، المطعم التركي اللي أنا أخبركم عنه تحت غريبنار هاوس. الحين غريبنار هاوس أربع يدرات لها، من الباب الرئيسي الخلفي وانت ظاهر عليك اليسار هذا المطعم، عليك اليسار تلف من اول الشارع لين اخره طول الشارع هذا اللي مشاهد ماي فيه رقم واحد المطعم ماشي شراته للي يحب الاكل التركي. الحين انا ليش قلت رقم سائل انه وين يسألون انت ما حطيت الكرت؟ انا ما حطيت الكرت، مش لازم احط الكرت، انا سرت وعيبني وخبرت الجماعه يعني. والمطعم توه من شهرين فاتح، والمطعم للي يبى الاكل زين على فكره ويتنج ليست 3 دايز 3 ايام الانتظار، ما شيء يعني تقول انك بتصير بتلقط حجز هذا انسى، 3 ايام الانتظار. كل حد يسالني ليش ما صورت الكرت، ليش ما صورت الكرت؟ انا مش ضروري اني اصور الكرت ولا بمل حد مكلف علي، انا صورت الكرت حب انه كرامه ما صورت. انا مش على كل حال اني انا اصور كروت، انا المكان الزين اطري، والمكان الملفت للنظر 42 نحن 43 شو بقولكم. المهم ان المطعم وايد مميز ويرزى ويستاهل من يعني له لرواد جماعتنا وهاليتنا وصدقاننا من العرب اللي موجودين في لندن، فمفروض اني اخبرهم شيء زين، شيء زين. هذا المطعم يسوى ويستاهل، كم مشكلته على كبر حجمه، بلاد بطبوكم طوله يمكن 100 متر وعرضه 30 متر، لكن ما ابالغ اذا قلت لكم ثلاثة ايام الويتنج ليست الانتظار حجز. انا اسمه حتى ما اعرفه والله، والله اني اسمه ما اعرفه يا خير. المطعم التركي وتحت غريبنار هاوس ما ادري بعد شو اسمه، والاكل ما في شيء ما بزين عندهم، كله فوق عن الزين. كل طلب بي بنصوره يعني، انا اشوفه شيء متعارف عليه اللي هو حلوم مع اظني بغدونس ولا شيء ولا شيء هذا ما بزعتر هذا صح؟ شو هي؟ بغدونس حلوم مع بغدونس هذا. هذا الطلب الثاني اللي هو عكاوي، وهذا طلب ثالث لحم بعجينة، وهذا عدهو المميز جبن تنوشوها
ها؟ بيض وجبن، بيض وجبن بس؟ بيض وجبن. أنا كنت قلت لكم أنها عزمتني، عزمتني بنيات. عاد ما أدري عاد يوم رمس سفتين، ما أدري هلهن بنيات حريم صغار كبار، ما أدري بهن. بنيات الله يحفظهم ما شاء الله عليهم. قلت لكم بخبركم كانهم تقالطينه ولا لا. وحدة خاتلة يعني عادية يعني مش هادية، والثانية لا رماسة، رماس من علي عيبي يعني اللي ترمس جد متأخر وتامر وتنهي يعني ليدي ليدي، هاي هي ليدي. والثانية ما منها قصة لكنها هادية يعني نرمس نرمس. انت ردت عليكم ما رمس انت ترها صم بكم ما شي رمس تزعلين احد. وهذا الطلب يسمونه راس عصفور. راس شو؟ راس عصفور. الأول في لبنان شيء مطعم اسمه المياس، يقول لك راس العصفور تجيب الكرز في طويسه الكبير، طويسه الكبير من فخار. فالطويسه هذه فيها الحيمات على هالنمونه، وفيهن صوص الكرز، شيء لذيذ كان هذا في لبنان. الله يعودها من ايام. خلصنا عاد الله يحفظكم الحين من الريوق وظهرنا باتجاه هذا. طفنا على ستاربكس اخذنا بعد كوفي. الجمره يمسع ظهرنا منها اللي وياهنا جدا المخبز اللبناني. وحين نحن ظاهرين الجماعه علينا نيات لي عزمتني دخلنا المحل هذا. ما ادري ليش يبيعون. كان يقول مكان كبير هذا فيه كل شيء اول. بعد هذا بحتى لاين على الدخول. انا ابو لا ما ظنيها لاين على الدخول. لا يمكن على مرخص شيء وحاسين ولا ضيعين شيء ولا اللي ياخذ اغراضه يودرها عند الباب يرد يستلم عقب ظني. ولا معقول محل لاين على الدخول؟ حلوه الفكره. هاك برات عبارة. هذا مدخل، هذا الثاني، هذا الثالث هكذا. وانت داخل عادة على مد النظر كل ما البيع المشترى الأشياء العادية يعني أشياءهم زينة تفريحة هي ما بك انت حين المشترى هاللي ما يوجف بك تفريحة الياهل تفريحة أخت أخو صاحب صديق تاخذ شيء قاس الا ما تفرح خاطره لا اكثر ولا اقل. وين ما تصير ابوي اللي وادب الا تسرط وتاكل وتقهوى. الصراط اللي ما يوجف. تمشي تشوف العرض. ناس يعني عيلها شباب عماهم فوق 70. شوف التمت أمت لا إله إلا الله طالب. يشون عليهم خلصوا حطوا لهم مكسوم كل إنسان على حسب استطاعته. عبارة شارة ما للسرك هل بالسرك يعني. أربلات. عفون شيرت شو هذي؟ هاي يسمون حرنكش. هاي شيرة حرنكش. بسم الله. شو جاب عندي؟ Okay, I'm nearly. I'm on my way. Oh dear. Trees grown. Whoa. Whoa. والله اني اساسا ولا شيء راح ما وعيت باللي يعدالي.
عليهم. هالحركات اللندنية شفتوها؟ هالحركات اللندنية. أكيد هذا مثلا أكيد هذا شيء معلم مهم عندهم، فلذلك الطاولات فل لين عينهم. مبنى قديم وما أدري شو، لكن ما يدرى بشو هذا. أكيد إنه مطعم، مطعم ما أدري شو، لكن ظهر إنه شيء مهم يعني. هذا ها مسوي له ختم كمكبرة يعني. وأنا أمشي لقيت عائلة من هالرأس الخيمة على المقهى، تقول لي عادة أمهم، تقول لي نحن سرنا لما الكرم اللي مالك البارحي. قلت يا ربي ياز، قالت لا والله لياز وياز وياز. قلت الحمد لله هذا اللي أنا أدوره. أنا هل بالكرم اللي هل المطعم ما أعرفه، ما أعرفهم يا غير شغلهم وايد مميز يعني. يقولون شيء واحد عدال فندقنا وين ريال جاردن. شو ها بعد المحلات المميزة، الناس تعاني تصور قدامه. لا والله اللي زين فوق عن الزين، ما حد ما يبى الطبيعة، ما حد ما يبى الورد، ما حد ما يبى شيء الزين. ترى يطالعون هالمحل يقلد الثاني. تقليد في الشيء الصح، الشيء الجميل، الشيء الملفت للنظر، شيء فيه إبداع يعني. حين هذا يروم يسوي شرات، هذا يروم ثم ما يبى يبي يتميز. سوى الورد، سوى ولكن ما سوى نفس هذا بالضبط، سوى شيء مختلف. فلذلك هذا تم مبدع وهذا مبدع، لكن هذا ما سوى نفس هذا بالضبط 100% كوبي بيس، لصق ونسخ ولصق ولصق ونسخ هذاك زين. لا هذا فيه اختلاف شوي، فلذلك هذا طلع مميز وهذا بعد مميز. كل لها سوق. مثلا مثلا هاي الحرمه مسوي كوفي، تنش الحرمه اللي عدالها تسوي كوفي عدالها، وتسوي نفس الاكل ونفس الشرب ونفس الطريقه التقديم ونفس الستايل نفس الديكور. شو يعني هذا هو؟ هي وقعه، هي معركه، هي صراع من اجل البقاء. ليش يعني بسوي شيء ثاني مميز؟ وين الابداع؟ وين التميز؟ لازم شيء شيء تميز. ما حد مسوي شراته، ناتق فنتق، ما بلازم يور، لا اسوي شيء فنان. ان بغيت تذكر سوي يور موت ولا شوها، ان بغيت تذكر سوي يور ولا سوي خير ولا منكر. هي ان بغيت تذكر اظني شيء سوي خير ولا منكر. فشيء لازم منكر، سووا خير، خير فعل طيب، تميز جيد. وهذا بعد نفس الشيء، هلا يكون بكل المبارات اللي انا اصور لكم اياهن. اظني البارات لا لها مطعم كنا راي عاد تطلعوا اللي تبون واللي ما تبون وادرو. تشاينا تاون وتشاينا تاون، هاي ابوي تشاينا تاون. شوف العالم، شوف هناك العالم شو اسمه هذا. تايم سكوير من الاماكن اللي كل انسان يجيك انت يا لندن لازم يوصل هالمكان. هالمكان ليل ولا نهار، مكان ينبض بالحياة والعالم والساير والياي، مرد فيه استم وحده وخلق الله ما خلق فيه، ما له وقت معين. الناس كلها تعنال من شرق الأرض ومغربها، الناس كلها تي هالمكان. مكان جميل تشوف العالم كلها فيه، مزدحم تايم سكوير من الأماكن وايد جميلة، استاهل الإنسان يعني لها. مكان في تجمعات كبيرة من جميع الجاليات في كل الكون، كل العالم اتي هالأماكن، أماكن شرحة
جميلة، ملتقى الأنظار، حضارات، تاريخ، عمران، أشياء أثرية قديمة. يعني لندن من أكبر العواصم في العالم، فلذلك تلقط الناس كلها فيها من كل مكان. بلد جميل، راقي، مطاعم، أكل، شرب، طبيعة، كل ما يخطر في بالك تلقطه في هالبلاد الجميل. بلد جميل يستاهل العنوة. وايد فنانة لندن كانت وما زالت، لا وبشيركم إن رد عزها الأولي لكثافة السواح اللي كان الأول في الثمانينات حاليا كلها موجودين تبارك الرحمن، رقم كبير. وانت جاي من شيراتون باركلين باتجاه بيكاديلي، عليك اليمين بيجيك هذا، ها سوق أكشاك، كلها أشياء حرفية عندهم، شيء جميل فنان. للي خاطف يعني بدل ما تكمل سيرك سيدة، عندهم أشياء حرفية جميلة، يعني مشغولات يدوية، صحون، خزف، ما أدري شو، يعني لوحات جميلة وأشياء فنان. اللي بياخذ سوفينيرات الآدمي كهدايا ولا شيات، يعني شارع باركلين هاللي تشوفون دور مدار الخراخيش هاللي تشوفون وانت ساير باتجاه بيكاديلي، ينك خنيخيشات، ها بخنيخيشات سكيك يعني، ها ها كل ما تدخل في خنخوش منهن تلقط اشياء جميلة من مباني وكافيهات ومطاعم، اشياء وايد حلوة يعني. هبلة تخلي البيكاديلي اليهامة بس ما تعرف إلا هاك الطريق، لا وانت تمشي طالع شرق وغرب، أشياء حلوة، أشياء حلوة ملفتة للنظر. يعني الطماش ترى ببلاش مش بفلوس، ما بلازم حين كل بيزات تسيه، هذا عم من الشيء تصب لنا حين بيزة حمرة ما دفعت، ريوقي ببلاش، مواصلاتي ببلاش، لا على هاك لاني معزوم زين. تمشي حلوة، حلو الواحد يوم بيتمشى كانك روحك لو ياك حد ما ينكر حال، اهم شيء انك انت تبسط، يسدك هالبترينات، ها هالبترينات وانت ساير جاي، وانت ساير هالبترينات تشوف هالاشياء المعروضه، ما بلازم تشتري، الطمش الطماشه ببلاش، طماشه وجو وبراد ورياضه يعني شيء حلو. ما شيء شرات الفرجه ان الادمي يفري عن خاطره، ها روح انجاز عظيم، انجاز عظيم. الفرجه هاي روحها، هاي بوي عجائب الله سبحانه وتعالى، ها بقعدته كلها عجائب من عجائب الله سبحانه وتعالى. بلدان مستوي يا الله، انا ابو حصان دج والله، ممكن يدج انا ابو زيغني والله، اقول لكم هاي من عجائب الله سبحانه وتعالى هالبلادي، شيء غريب عجيب. بناية من 500 سنة، 700 سنة، 1000 سنة، عنبو وهالزلازل وهالطهفات اللي تخطف على بلاد كل البلادين، انت ما يكم. ها اكبر خدت الشورتات البارحة، هذا ترى يقول لك شايف ابو ظبي واحد وشايف دبي بعد واحد شراته، انا ما كنت اعرف ترى متشاهدات هذا واحد وهذا الثاني، سوق ثاني بعد شيء ما عليه، سوري باخذ فيه لفه الظهر. الزين فوق عن الزين، عجبت مخبز صغيروني، ها وفوقه طيب، ها حلو يعني حركة حلوة، مخيبز للي خاطر في روتية حارة ولا خبز وجام ولا الأول يوم نحن صغار قطعت بريد خبز روتية صغيرونة ويا هربيع تقطعه وها المحرق الأطراف وسووه يسمون مسكاباليس، مسكاباليس يحطون جام وعليه المال جام وزبدة
زبدة هجام ويبيعونه لفون قرطاس العرب أبوي والله عباس على دباس عليه. شوف ويت الدياري الشارع من وراء أول مرة هي هنا هالشارع ثلاث شوارع ما بالله هذه كان رئيسية وراهم بعد شوارع وراهم شوارع وكل بيع ومشترى على ما تشوفون على ما تديت هنا الشارع أقبض الحين من وراء من هناك بطار على الشارع هذاك الرئيسي من كنت أكيد عيبني الباس 100% هذا أبوي ماس ماس باس موز شكيتا. شوف انتو طريقة الإعلان عندهم طال طريقة دعايتهم كيف شوفوا شوفوا مبهسهم هذا أكيد أبوي دافعين للحكومة هاي الحكي شركة شكيتا مالت الموز بالرغم من شركة شكيتا ما تبى إعلان ولا تبى دعاية شرات الشركات من الشركات الكبيرة يا غير لا بدبوي ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين ذكرونهم بوي بالشكيتا ولا شو الرأي لا بد ولا عذر أيوة عن عادة هذا أبوي باله 15 يوم وقفة هالمكان اللي تشوفونه 15 يوم وقفة 15 هذا هو فندق هو عروس هاي ظاهرة ولا شو لا ما بعروس أقول لكم كلنا نقني على ليلى بس ما همني إلا العرس زين هاي تسكن عاد فوق هذاك بيت اللي تشوفونه فوق في المعلقة ما تعرف شو لهذا شيء عجب شيء عجب 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 العجاب بعجب عادي عجب العجاب تنسيق الألوان قربك والله الإنجليز ما زين إلا ذوقكم هذا اسمه الريتز هوتيل عمره ما يقارب 100 سنة 100 سنة ستة وتسعين سنة عمره 96 سنة شفتوا بيتهم شفتوا بنيانة يعني 100 سنة متى بنبناي 1906 شفتوا الله عليكم 1906 هذا عاد الإدارة هاي تشوفون كنا كازينو والمدخل ليه منك هو الطرف هاك اللي توني صورته هذاك هي هذاك الله يحفظكم المدخل الفندق اللي قلت لكم يوم ظاهر العروس ترها ما بعروس حرمة ظاهرة روحها ما ادري شو صاير تسوي شوف 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 العالم شوف العالم شوف العالم من حدائق كثيرة بنت عم الهايد بارك فكان على يم هاي حديقة الملكة هذه خلق الله ما خلق فيها أقولكم حرامي أنها ردت الحياة لندن كانت خاوية على عروشها مدة طويلة الحمد لله السنة دون عن السنين اللي اختفت البلاد غادية ما تروم تمشي لا ليل ولا نهار لا ليل ولا نهار من كل بقعة من كل مكان أمم أكيد صرح معماري جميل أثري من أميات السنين هذا كله بيخلو عليهم ينبت وانت خاطف انت تمشي ما توع صد شوي على يسارك خنيخيش هذا عبارة طعب الله عليكم هذا خنيخيش كيف مستقل كيف جميل كيف مرتب كيف مستقل بطريقة في منتهى الروعة وايد شيء جميل هذا اللي تشوفونه ظهر فندق شيراتون باركلين يوم شفت المبنى الكبير هذاك جيت جدا طالعته وشفت الخريخيش اللي صوتت ميرا شوية خطفته لأنه أعتقد يا أنه بيت السفير ولا السفارة ولا المهم تبع السعودية تبع السعودية شو عاد ما أدري به أعتقد يا أن بيت السفير ولا أنها السفارة وخاف اليوم أمشي في الزمالك يا سأصور مثل ما أصور الحين هذولي لك 600 آدمي بصور ليه ليه ما أدري شو هذولي كبدي والله مزقت زياغ النصي يزي
المكان ابوي كلها مقاهي، هالشارع اللي خطفت عليه ابوي كله مقاهي مال شيشه مال شيش، على اليمين واليسار ما بشيش عادي، بعد شيش هاي اظني مال قوريج، شوف ابوي كله شو اسمه كلهن سياير ولايتيات عندهم. شارع هذا ابوي ترى ما من الشوارع الهينات، ها من الشوارع اللي اغلى منطقه في جنتية لندن، غير انا نسيته، لها اسم الناس كلها تعرفه غير انا ما اتذكره، ها من اغلى الشوارع واحسنها واجملها وانقها، مكان السفارات والبنوك الكبيره ما ادري شو. هذا ابوي يوم يقول لك رخص الفرض ودينوه، هيلتون باركلين هنموني غدي، هيلتون باركلين اللي العرب تضرب بالوصوف، هيلتون باركلين يغدي ابوي هنمون تعليج الثياب ما لحد عالدرايش، والله يا ابوكم في السنين الاوليه ين الستاير تتسكر بوقت وتنفتح بوقت ويظلم بوقت ويسفر بوقت ودخول كل بتيم، والحين اشوفها عند الله لا حول. هذا ابوي من سوء الاداره سوء الترتيب قل الهست قل الحاصل، قميضه والله يا ابوكم، هذا يا ابوكم لندن هيلتون يا معيه وامطرت عرب انقزوا على كراع دهر من الستينات والخمسينات والسبعينات، والحين ابوي غدا ها على ما تشوفون ما في الحاضر مدح، صبر جميل وبالله المستعان. هذا يوم يقول لك رخص الفرض ودينوه، هذا ابوي هذا يوم يقول لك رخص الفرض ودينوه، غميضه غميضه ابوي ما شيء مطر ما ياهم مطر الا يوم الحين شفتك انت، شفت المطر ها شفت المطر حلو، الا انت حلوه فنانه ساكن محمد بن زايد انتو، تعالي مايا تعالي عاده تعالي ما حلو يا ويلك. شو اسمها؟ مايا روضه. روضه ما شاء الله على روضه ما زين الاسم، هي اسم فنان وهي فنانه، الله يبلغكم فيها عروس ان شاء الله. ردوا السلام بوي الله يحفظكم، مشكورين هاي ايران الله يحفظ. هاي المقوله اللي تنطلق على فلان يقول فلان يدش النحصان، هذا ابوي هو اللي تسمعوه بالاول والعرب تهاديبه يدش النحصان، هذا هو هذا يقول لك اللي يدش النحصان هذا الاول، سمعناه واليوم شفناه، شوف العين بالعين المجرده ها عدال فندق قوم الكمبني، هذه ابوي حجره الكمبني ها، وهذا ابوي الحصان اللي يدش، ايوه ايوه فيوري 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. ها 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 يوم يقول قو العفاريت فيه، هذا اللي يقولون عنه قو العفاريت فيه، هذا ابوي اللي قو العفاريت فيه، هي قلت لي شغله لبقت حمراء. شيء مقوله قديمه يقول لك والله كنت يوم انا بنت، لا كل حد ينطلق عليهم كنت يوم انا بنت الا هالكويت، هالكويت كانوا وما زالوا هم هالجخة الأولية والشخصية والرزة، يعني ما بشيء جديد توى عليهم من ثبتنا العقل، وهم أبوي في الأمور هذه مرة فوق في كبد السماء ساكين، ولا حد أشد عنهم تزقريته مكان السكن بالعلم والخبر والعزايم والسيرة واليجي والكشتات، أوه من يوم الدنيا دنيا قرب الله تعدو اللي ما يعرفهم، هالكويت ما شاء الله عليهم ينظرون الحصى ماشي تحدي ما حد يروم عليهم، يوم اللي مزامط ما حد يزامطهم، هالكويت في كل شيء في كل شيء ما حد يزامطهم ما شاء الله عليهم. زايد شو اسمك الكامل اريد؟ زايد محمد بنهير. والله والنعم، من البنهير اللي في ابو ظبي ولا دبي؟ والله والنعم، تسكن البطين؟ زين زينك هذا على خوالك ولا على عمومك؟ منو تشابه اكثر؟ قوم امك ولا قوم ابوك؟ ما اعرف. لا انت شو تشوف؟ ما اعرف. اكيد يشرن عليك يقول قوم امك، لا 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 قوم امك ما شافها انها زين. هذاك يا حبيبي. قوم ابوي الحين انا جيت عند الشخص هذا ابو شقر. هلال جود مورنينج. ابوي هلال جاي واحد من رباعته من يومين. زين البرنس هذا ها هذا ابوي
الحين نسيت اسمه انا الشامسي هو شامسي محمد الشامسي اللي كد زين عقلك شم عاد العرب انا ابوه استراني زين فمن البارحة باليوم من البارحة باليوم وهلال غاب عني غطة وكل ما ادوره مشغول ويا بناتي ويا هلية تدربه وين زابن ويا هذا ابو منية شله ولا شفته زين طالعون انتم المنكر شوف الدلاق انتم بربيكم الا الدلاق هذا الدلاق ما يندر دلاق حد من بنياته ولابس هلال يا ابو كان اخيل البس هذا بطير بورد بعد ليش مو حلو؟ لا الله لا بحلو اشياء تستحي ان البس هالنمونه انا ابوه اي قرب الله ترى يقول هذا غبر ابو يربيعك الشامسي غير محاور جدا اقول لكم بعد شو حقت زي صاد منك عامر انت بنصورك بنرمس وياك عامر يا الحين هذاك بالله عليك هذاك هذا ولد عمك ولد عمي ثالث كيف يعود عمك ثالث يعني فير جنريشن ايوه يستوي حلو كل ما فيه زين يعلى الله يحفظه معاني زين وطيب رجال فيه خير ابو شيخ ابوها ابو شيخ ايش من بشيخه ابراهيم بالكور احلف حمد بالكور يا الله ولا هذا عمي يستحمله حمد بالكور الفنان ابوي حمد بالكور الفنان ولد عمي يستحمله هذا بطراني الاول بالكور ولد عمي ايوه تبارك الرحمن الله يحفظه ما شاء الله الله يبارك فيه الرجال من هذا من المدينه ايوه زين احنا ابوي احنا هذا اللي بيمشي ويا هلال بن محمد والله يبوكم يا ما يمشي 10 امتار اقول لكم زين بعد شو حقت زي صاد منك عامر زين بنصورك بنرمس وياك عامر يا الحين هذاك بالله عليك هذا ولد عمك ولد عمي ثالث كيف يعود عمك ثالث يعني فير جنريشن ايوه يستوي حلو كل ما فيه زين يعلى الله يحفظه معاني زين وطيب رجال فيه خير ابو شيخ ابوها ابو شيخ ايش من بشيخه ابراهيم بالكور احلف احمد بالكور يا الله ولا هذا عمي يستحمله حمد بالكور الفنان ابوي حمد بالكور الفنان ولد عمي يستحمله هذا بطراني الاول بالكور ولد عمي ايوه تبارك الرحمن الله يحفظه ما شاء الله الله يبارك فيه الرجال من هذا المدينه ايوه زين احنا ابوي احنا هذا اللي بيمشي ويا هلال بن محمد والله يبوكم يا ما يمشي 10 امتار من كنتم البارحه كانت شايفه لندن حفله محمد عبده وبنحمل البارحه حضر الحفله هو وادي يغني الساعه 12 ونخلص 12 ونص 12 ونص انزين خلصت الحفله الساعه 5 ونص ما خلص الظهر 5 ونص انزين تذكرك كم التذكرة اللي انت ماخذينها؟ 350 انزين ابو 350 شوف يوم يقول لك الحظ احسن ما تلوموني هذا كان حصل شي والله تذكرته 350 ورا قلتكم البارحة كانت شايفة لندن حفلة محمد عبده وبنحمل البارحة حضر الحفلة هو وادي يغني الساعة 12 ونخلص 12 ونص انزين خلصت الحفله الساعه 5 ونص ما خلص الظهر انا 5 ونص انزين تذكرك بكم التذكره اللي انت ماخذينها 350 انزين ابو 350 شوف يوم يقول لك الحظ احسن ما تلوموني هذا كان حصل شي والله تذكرته 350 ورا المراد الله يحفظكم انه سار الحفله يوم سار الحفله وبيجلس على كرسي ولأن حرمه ياس عليه قالت لابوي يتيمن هذا كرسيك انت مال قنبو عبود ب 300 جنيه انا ان شاء الله كرسي قالت له كرسي انا للقدام مهات 1000 جنيه قالها حتى ما راجعها قالها ليش ولا ما ليش من اللي حاطه على اليس قدام شيء مال بلاش فرصه جهنميه وشد النسار شو ما حلف بعد ما حلف عنها ما حلف ليش قالت الحرمة حذايا ريال مشجع نادي الهلال السعودي انزين ما بيس حدا ليش هذا يجونه يصور ويصورونه واذا هي هديه انزين خير الله عند الله عند والديك ما بيس حدا خذ كرسيه وكرسيه منه الغالي اللي بياكل فاخر وعشاء فاخر وحلويات صح انقذها هو انقذها هي ما صدق حدا لا تكرسيه جلست مكانها وتأديت المراد الله يحفظكم انه
سار الحفلة. يوم سار الحفلة وبيجلس على كرسي كرسي ولأن حرمة ياس عليه قالت لأبوي تيمن هذا كرسيك أنت مال قنبو عبود ب300 جنيه أنا إن شاء الله كرسي قالت له كرسي أنا للجدام مهات 1000 جنيه قالها حتى ما راجعها قالها ليش ولا ما ليش من اللي حاطه على اليس ايه قدام شيء مال بلاش ايه فرصة جهنمية وشد النسار شو ما حلف بعد ما حلف عنها ما حلف ليش قالت الحرمة حذايا ريال مشجع مشجع نادي الهلال السعودي انزين ما بيس حدا ليش هذا عيونه يصور ويصورونه وإذا هي هدية انزين خير الله عند الله عند والديك ما بيس حدا خذ كرسية وكرسيه من نوع الغالي اللي بياكل فاخر وعشاء فاخر وحلويات صح انقذها هو انقذها ما صدق حدا لا تكرسيه جلست مكانها وتأديت والأخير شيء مال بلاش شوف هن بلاش أريد أموت وانت ما كذبت خبر ما كذبت خبر اشكر فنك شو اسوي عاد لا حول ولا قوه استاذيت تاديت من هذا المشجع يسمونه ابراهيم شيء ها لا تطري اسمه لا تطري اسمه يحاكموننا عقب وبي ممنون اي والله بعد السعوديه منو حثر عليهم والله يبغى يطرشون لكم حامي يظهر يداني وين يا وتنثر لا ونعم الرجال اي نعم سوينا علاقه وياه زي سويت ويا الامارات ان شاء الله ابرك كم ساعه مرحبا بك يا المشجع شوف ايش قايل زاق تروع ما عليك منه افا يا ابن حب وحالك جلبت خوفتني والله عليك انت متاكد ان هذا ابن عمك هذا مشتوم بن ابراهيم بن سالم بن كور المزروعي زي ابو سبحان الله ما فيك ولا نقطه من محيط من الشبه ما ابدا ما يشبه عمه لا هذا بعد ارحم عن عمه لا عمه فنان لك هذا بعد زاك الحين بالله عليك الحين انت صاحي انت الحين انا بكبري عندك ليش تتابعني لا اتابعك تسجيل البارحه مالتك دي وحين انا بكبري احب عليك مال البارحه ما شفت اقول لك مال البارحه حار بحار انا حلقه هي مسلسل احب البارحه احب الحار احب البارد يا حربي يا مرحبا ابو محمد والله مليون ولا يسدن مع الصروف يا مر لا لا قل له راسه هذا هرج ما ظني تشوف الصروف ها؟ ما ظني تشوف الصروف وين من هن؟ اسروم ريال هي. ما ظني انك لا لا بيّن يعل اسمعها من زمان هذا يعل عمره طويل ما يقصر عنده النادرة هو والنادرة عنده هي ونعم يعل الله يحافظه الحمد لله عليك الحين انت صاحي انت الحين انا بكبري عندك ليش تتابعني؟ لا اتابعك تسجيل البارحه مالتك دي وحين انا بكبري احب عليك مال البارحه ما شفت اقول لك مال البارحه حار بحار انا حلقه هي مسلسل احب البارحه احب الحار احب البارد يا حربي يا مرحبا ابو محمد والله مليون ولا يسدن مع الصروف يا مر لا لا قل له راسه هذا هرج ما ظني تشوف الصروف ها؟ ما ظني تشوف الصروف وين من هن؟ اسروم ريال هي. ما ظني انك لا لا بين يعل اسمعها من زمان هذا يعل عمره طويل ما يقصر عنده النادرة هو والنادرة عنده اسمعها هي ونعم يعل الله يحافظه اليوم الجو اللندني الصدقي الاولي اليوم المطر ميلي سمعتوا بها اللي يقولون عن ميلي هذا شرات الرذاذ شوي اشد عن الرذاذ هذا هو الميلي من المغرب لين يدنا الفجر والعلم عند الله هو بادي عاد هو من العصر العود جاينهم الميلي جو في منتهى الروعه ومشاهد عرب طيبه ومشاهد الناس الاخيار وشو يا ابوكم شو 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 لو بار بس من اليوم ل 16 يوم ما بروم اوصف ربع الاناسه ربع الاناسه ما روم اوصف اللهم لك الحمد اي والله يا ابو ماروم السلام عليكم ها خير جني جايكم ختلتن عليه كيف الحال؟ ايش حالك؟ اخبارك؟
طالب. كيف انت يا مرحبا بالحمادي؟ ايش حالك السويدي؟ مبارك عيدك اليوم، عاد الجمعة عيد المؤمنين، ما يبالك كلام. يا رك الله يا رك الله. يلا ابو محمد ايش حالك هيثم؟ كيف انت؟ الله يسلمك. الله يسلمك في حفظك. متبضع اليوم. هي يلا مال بلاش كثر منه. هذا مال الكمبانيات الكبار. هي والله كله مال الكمباني، ها كله من عند ابوي الكمباني الكبار. انت وكمباني سويق ابو محمد بعد. هي والله يا ابو يا ور السعدين تسعد. الله يسعدك ان شاء الله. ويا منو ابوي يسوي شات بارك الله فيك. يسوي شات. شرد بابلو، شرد اول ما فتح الباب. انت منوش واسمك وكلمك؟ لا اسمك حبل مبارك، مبارك باسمك واسم ابوك واسم يدك. مبارك علي من عميد النظوري. والله من نعم زين. وباي صف؟ صف ثاني رايح ثاني. قول والله. والله. ماشي دور ثاني؟ ها؟ ماشي دور ثاني؟ لا. احلى. والله. ترى قلت والله. ايه. بسأل بتأكد. ايه؟ وقالوا لي شيء دور ثاني؟ نعم. أكيد؟ ايه. وين ساكنين؟ مني. لا لا في أبو ظبي. دار العين. في العين وين أي مكان؟ في الشعيبة. زين. بيتكم فيه نخل وايد؟ ايه. زراعة؟ ايه. شو مزرعة شيء لكم؟ زراعة. شيء همبة في بيتكم؟ همبة. وايد لو شوية؟ وايد.